الباناكوتا رح نحتاج لتر حليب سائل، كمان رح نحتاج ل 2 لتر فريش كريم و 300 جرام سكر، فانيلا، 60 جرام من الجيلاتين وفراولة. يلا سلام، تفضلي. طبعا بنحط الحليب والكريمة، خليهم يغلوا على النار. الحليب والكريمة على النار. اها. والسكر كمان برده بنحطه. احنا طبعا حاطين من الاول جزء كبير من الكريمه والحليب علشان خاطر يسخنوا، علشان خاطر ما نضيعش وقت في الفقره. تمام. وسيبنا شويه بس علشان يبانوا المكونات بتاعتها. بنخليها شويه تدفى، بعدين اخر اشي بنحط الجيلاتين عشان خليها تمسك. 60 جرام بس، خلينا نحاول نسهلها على الناس شويه. تقريبا كم معلقه؟ يعني يمكن معلقه ونص، صح؟ آه. معلقتين. اه، معلقتين كبار جيلاتين. اها. بتحبي تعملي اكثر حلويات شكلك؟ اه، انا شيف بيستري. اوكي. يعني طيب نستناهم يغلوا. اها. وبعدين شو راح نحط؟ بنحط الجيلاتين. اوكي. عايزه ميه شويه؟ معلقتين كمان مية؟ لا، مية. يلا. طب نريمان، خبرينا مين بيعترف للثاني إذا مثلا وصفة سلام أسكا؟ كل واحد بيخليها بقلبه ولا صريحين مع بعض؟ لا، صريحين مع بعض. طب أنت بتحسي أشطر بإشي وهي أشطر بإشي ولا؟ تقريبا بنكمل بعض. بتكملوا بعض. طيب حلو حلو. بس أنت بتزيني كيك. هي بتزين كيك؟ لا، هي بتزينش كيك. يبقى انت عندك تزيين كيك اكتر من وهي عندها الحلويات اكتر. صح؟ شفت بقى ازاي في ميزان بقى اهو. كمل بعض. كملوا بعض، ربنا يخليكم لبعض. يا رب. طبعا بنحط فانيلا. اوكي. ده ايه ده؟ هي صوص فراولة بدي أقسم نصين. هلا أول طبقة رح أعملها بيضة، والثانية بحط عليها الصوص، بتصير استروبري. عشان مش مكتوبة صوص فراولة في المكونات. أه. عشان كده سألتك عليه. طيب دلوقتي حطيتي الجيلاتين وبعدين؟ لا، لسه بس. وده مش هتكملي ده؟ لا، بس معلقة. يعني العيار معلقة ولا معلقتين؟ معلقتين. معلقتين. طب ما دول بقيه المعلقتين. هي عملت نص ال عملت ده نص الريسبي. اه اوكي. طيب عشان الناس بس ما بتتلخبطش وتبقى عارفه. لا، هاي نص الريسبي. ماشي، اوكي. مش الريسبي كمان. كده عشان تبقى الصوره واضحه. ما انا لازم اقف على الدقره عشان اشوف ايه اللي بيحصل، عشان طبعا ما حدش يوصل حكم يعني بالحرفيه عاليه. لا، انا بس علشان ما عرفناش ان احنا بنستعمل نص المقادير. طب غاده، بتقدري تعطينا فكره على شو انت بتحكمي؟ ما هو دلوقتي على الخطوات طبعا. معلش، ده وعلى ال وعلى الدقه. يعني ازاي دلوقتي مثلا انا ما كانش عندي فكره، لازم اخد بالي المقادير بتتحط مظبوط ولا لا. فانا ما يعني اتكلمنا كتير بس نسينا نقول ان احنا بنستعمل اليست. تقول ان احنا بنستعمل نص العيارات. دي برضو لازم الناس تعرف هي ايه. لا، لازم الحاجه تبقى واضحه، فاهمه قصدي؟ والترتيب بتاع الخطوات ازاي ماشيه. وبعدين طبعا طريقه التقديم في الاخر اللي هي طبعا رائعه عندهم الاثنين ما شاء الله. وناقص بقى اكتر حاجه هنستمتع بيها انا وانت يا دانا. ايش؟ الطعم. الطعم، صح. احنا علينا ناكل. حتى انا مش راح احكم، انت بتحكمي وانا باكل. انت دوي وقولي. مش عارفه، هي خلص هيك يمكن. خلص خلاص. يلا. طيب تمام، نشيل دي ونحط الثانية. خليها هنا عشان يبقى أسهل عليكي في الشغل. يلا ونبتدي نعمل أقفلك ده. خلاص، صح؟ الثانية بدي أحط الصوص نفسهم. فين؟ هلا بنحطهم بالكاسات، الطبق البيضة. دي؟ أها. يلا، عايز تحطي دول دلوقتي؟ طب أنا بحطهم لك وأنتي ابتدي اعملي الصوص علشان خاطر إيه؟ خلاص، أوكي. فقرتك. بس بدي أخد شوي. يلا.
شيماء، سوسن السيد، صباح الخير عبد الفتاح، آية بيسألوكي كيف بدنا نشترك بهاي المسابقة؟ بهاي المسابقة يا غالي. بصي المسابقة أسبوع أنا وأسبوع ديما. فبس أنا النهاردة شايلة عن ديما عشان ديما مسافرة. فاللي عايز يا بيبعت لي يا بيبعت لديما. أوكي. يا بيبعت لي دنيا دنيا لو عايزين بس هو يعني يا إحنا يا دنيا يا دنيا. أوكي يعني تواصلوا مع أي حدا متعلق في دنيا يا دنيا بالزبط. وإن شاء الله بتوصلوا. طيب أحط لك هنا نص. طيب دلوقتي أنت خدتي قد إيه؟ أربعة. أربع كبج يعني تقريبا كوبايتين. صح؟ هي الكمية الستروبري الطبقة اللي فوق رح تكون إنها أقل من البيضة. انا مش رح تكون يعني طبقه كتير لا حملة. انا قصدي دلوقتي نسبه خلط الباناكوتا مع الصوص قد ايه لان النسب طبعا لو مش مظبوطه هتفرط انت عارفه طبعا فدلوقتي احنا تقريبا كوبايتين صح اوكي كوبايتين هنحط عليهم ايه بقى الصوص الاستروبري قد ايه دي كوبايه 3 4 تقريبا هيك شيء طيب يبقى كوبايتين من خليط الباناكوتا على 3 4 كوبايه عصير فراوله طازه اوكي يلا سلام بس سريع لانه مش كثير ضل لك وقت اوكي قبل بنحط برضه صوص الفراوله عشان يعطي صوص الفراوله ده جاهز ولا انت عاملاه لا جاهز طبعا جاهز. بس عشان انه يعطيها اللون اللون اوكي لو مش موجود نقدر نستعمل صبغه حمراء عادي بزبط يعني اوكي هلا الطبقه البيضه بنحطها بالثلاجه انه بنخليها الثلاجه عشان تجمع بعديها بنحط الطبقه الثانيه الاستروبري اللي هي دي كده خلاص خلاص خلص بعد ما تجمد البيضه بنحط عليها وبنعود نرجعها على الثلاجه تمام يعني قد ايه بدنا بالثلاجه يعني 25 دقيقه هيك كويس كده لا تمام يلا طب بس بدي نذكر انه عم نشوف منتجات طبعا ار زي ومشكرها على رعايه هالحلقه وهي شعرها بالفعل يعني شيء من كل شيء هي العلامه التجاريه لشركه الهدف الدوليه للاستيراد والصناعه اللي بتصنع اكثر من 200 منتج تستخدمه ست البيت وبتصدر لحوالي 17 دوله اوروبيه وعربيه وحاصله على عده شهادات ومنشوف كيف بالفعل بتسهل لست البيت على فكره اللي ما راح تربح الباسكت والجائزة المالية رح تربح الباسكت من منتجات ار زي فما حدا رح يكون زعلان طيب اذا هذا هو اول طبق حلو منك شكرا بنحطه بالثلاجة وطبعا بارد لازم يكون اكيد Thank you.